في غيبتك حتى الأحباب نسونا وحياة ما بلا بيك عيشة هنية. لا لا ولا لا 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 تغيبك على العين يا ابو العين. الله 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 يرحمك يا أبي، الله يرحمك أبي وبيك. تعرفي هذه من اللي كتبتها رحمة الله عليها؟ أنا بقول قولي ولا أنت؟ قولي أنت. رحلة خديجة الجهمي صح؟ أيوة يا عين عليك، رحلة خديجة الجهمي الإعلامية الأولى والرأي ده رحمة الله عليها. هاي فصلي سيدي. توني بكري شنو اتفقت معك؟ مش قلت نمشي انا وياك؟ لقيتك انت واتي وقاعد تغني وانا اللي مش واتي، هني قاعده بقفطان الحوش. توني بنمشي غير حوايجي ونبو نمشي انا وياك لاختي. علاش وين تبينا نمشوا؟ شنو غزوه مصرفيه عندك ولا شنو؟ يا ودي لا، بنمشي لحوش اختي. تما اختك انت ما شاء الله عليهم هم هلبه. نق علي يا لطيف، ربي يحفظهم. اختي ام الشهيد. اه ام الشهيد؟ ايه ام الشهيد. الشهيد خيرك عبد الحميد. عبد الحميد امس نوية في باب الجديد. كيف شهيد؟ لا لا تجي او نحكي لك قصه. زمان في الحرب الاولى، عرفت الاولى القديمه، مشى للحرب باهي وقعد فتره لا حس لا خبر، وبعدين عرفوا اللي هو قالوا لهم مات، مشى داروا العزيم تاعها وخلص سكروا يا حنا ملفه. بعد فترة برا يا زمان جي يا زمان، لو إن ما يندروش عليه خش هوب لقوه قدامه. جي روح. حي حي جي حي. تي ولا شيني. حي وي 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 وي. وحق عندك الحق شي يضحك راه هو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وين كان الشهيد هذا؟ الله كان نقول لك شيء هم يضحك ويبكي والله. تصدق انه هو كان في مزرعه مع واحد صاحبه. الله اكبر، الشهيد كان مزرد مع واحد صاحبه في المزرعه. وطلع حي. حي يا قيوم. سبحان ربي سبحان ربي. هيا بنمشي قلت لك عاد. وين تبينا نمشي؟ وين تبينا نمشي؟ ها نقول لك حاجه ثانيه. ماشي ماشي نبي يعني ماشي نبي نبي نطلب منهم هيك حوايج، يعني نبي تعيين للدكتور. ودكتور خلاص ما شاء الله عليه متعين وشهادة تفيده، والبلاد هاي معبيه كلها عيادات وممكن يخدم بسهوله. نعم انا ولدي الدكتور يخدم ويخدم في المستشفى. لا 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 لا، الدكتور هذا يجيبوه له يا حنا من برا. ايوه هذا مدير المستشفى، مجرد انه هو إدارة يعني. ولدي لا يا كبدي. أيوة نعينو مدرب كورة. مدرب كورة زي زيدان، يوقف نص الخط ويصفر يا عيني، وفلوس ياخد ملايين في ملايين. قلت لي الكورة، حتى الكورة تعرف شني هم كلهم يجيبوا فيهم من برا اللي يدربوا، مرة يجيبوا في اللاعبين. لا مش حتى المنتخب، المنتخب راهم يجيبوا له واحد يدرب فيهم من برا. اني يعني هيك نبي حاجة باهية لولدي غيرك هيك. بسم الله. لا وشني قصة كل شيء من برا، كل شيء يجيبوه من برا يعني. باهي اسمع باهي نقول لك على حاجة. سمعت قصدي سمعت الدبل شفرة هذية والواحد وكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. باهي شنو رأيك لو كان نخدموه يولع ويطفي في التاكو بتاع الضي ويخلص الضي من الناس؟ ها؟ نبين وذ النهار هذا شيك لما هوش يفوت عليه خير. لا حول ولا قوة. بالله قالي تاكو ما تاكو. حقا اسمع اسمع شنو رأيك يا طيب؟ مثلا هذه أنا متأكدة أنك تقولي صح يا زاهية. مدير بنك، مدير مصرف، يعني تعرف انت المصرف تكييف وضوء وبرودة والشيكات على حساب والأبها يا سلام هكي، لكن على شرطة مش موظف عادي، لازم يكون المدير بتاع المصرف. عجب، هو دكتور بتاع صحة ويعينوه في المصرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يهمش وكن هذا اللي تعرف قريبنا دكايا، قريبنا ولد عمي ماك تعرفه ولا سعيد. قال انتو غير بس قولوا بس وين تبوه، اني نبي شني وقتي قعمس في مكتبة يدير بس التليفون، اي حاجة حنا نبوها على طول تتنفذ. وسعيد هو اللي قال وين تبوه وين تبوا نعينوه. طبعا مادام ولد خالته الشهيد معناها اللي
بي يديره يا الله دينا بيفكني من النهار هذا خيرك هيك راح النار في نفخ النار باش انت بنقول لك سمي بلاد حاجه ثانيه لا لا بلادي سدتني والحمد لله باهي غني لا توني بنقول لا لا ونبي توني بنقول لك حاجه لا لا انا بنقول لك حاجه توا انا بنقول لك توا مطلع نتاع اغنيه وانت كملي الباقي عليه باهي وقع لي انا انت فتنا النخل والديس وتعدينا فتنا النخل والديس وتعدينا ترى جاوبي فتنا النخل والديس وتعدينا شنو هي يا زاهية شنو هي أكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي وهيك تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.